السلام عليكم. هناك مسألة عظيمة جدا لدرجة أنها تم ذكرها في القرآن الكريم 100 مرة، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصفها لنا بأنها وجه دينكم، فهي العلامة الفارقة ما بين المسلم وغيره، وأفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأول فرض أوجبه الله سبحانه على الناس، وهي أول ما ينظر فيه من عمل الإنسان وأول ما يحاسب عليه. فإذا قبلت كل الأعمال اللي قدمها الإنسان لربه، وإن لم تقبل رد ما سواها، إنها الصلاة. قال تعالى في سورة النساء المباركة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والإمام الباقر عليه السلام وضح معنى موقوتا لما سئل، فقال عليه السلام: أي موجوبة. إذن فإقامة الصلاة واجبة، وتترتب عليها آثار تظهر في حياة الإنسان وسلوكياته، فهي تمنع الإنسان من البطر والطغيان، وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتطرد الشياطين، وتزيل عن قلب التكبر وأنواع الرذائل القلبية مثل الحسد والحقد والغيرة وغيرها، بالإضافة إلى أنها تطهر النفس والروح، وبها ينور الوجه والقلب، وتطمئن بها النفس، وتستنزل بها الرحمة الإلهية، ويستعان بها على الجهاد الأصغر وهو قتال المشركين، والجهاد الأكبر وهو جهاد النفس والهوى. ولأهميتها كانت آخر وصايا نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله لما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقبل ما نوضح الحكمة من تشريع الصلاة وفرضها ووجوبها على العبد، نروح إلى الإمام الحسين عليه السلام في واقعة عاشوراء. عرف الإمام عليه السلام بكثرة عبادته ومناجاته لله تعالى، والفضل ما شهدت به الأعداء، حيث رأى القريب والبعيد صلاته وصيامه عليه السلام. فمثلا عبد الله بن الزبير قال: أما والله لقد قتلوه، طويلا بالليل قيامه، كثيرا في النهار صيامه. ويقول ابن الأثير: وكان الحسين رضي الله عنه فاضلا كثير الصوم والصلاة والحج والصدقة وأفعال الخير جميعها. تخيل معي عزيزي المشاهد، الموت قريب، والعدو يحيط بركب الإمام الحسين عليه السلام من كل جانب، وجيش كبير ومقاتلون كثيرون استعدوا لقتل تلك الثلة المؤمنة. في اليوم 9 من شهر محرم سنة 61 للهجرة، طلب الإمام الحسين عليه السلام من أخيه أبي الفضل العباس عليه السلام بأن يطلب من جيش العدو تأخير المعركة من ليلة عاشوراء إلى نهارها، حتى يتفرغ سلام الله عليه للعبادة والصلاة والدعاء والاستغفار. فقال له: ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غد وتدفعهم عنا العشية، لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم، أي يقصد الله تعالى، أني كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. حتى أنه سلام الله عليه قد بات هو وأصحاب ليلتها بين راكع وساجد وقائم وقاعد، ولهم دوي كدوي النحل. ماذا حدث ظهر يوم عاشوراء؟ طبول الحرب تدق، والعدو اشتغل على المكر والحيلة، ناس يتقدمون وناس مترددين، وهذا خايف وذاك يرتعد، والأبواق تصرخ، والجنود مشتغلين بحد السيوف والرماح في معسكر مليء بالحقد على أهل بيت النبوة. أما في معسكر السلام، حيث الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه المنتجبين، فالصلاة والعبادة والتوجه إلى الله سبحانه، بل والصلاة جماعة. لما حان وقت الصلاة، وقف الإمام الحسين عليه السلام وجمع أصحابه، وأمر مجموعة أخرى من الأصحاب بأن يحموهم وهم يصلون، لأن الطرف الآخر اللي يدعي أنهم مسلمون منعوهم عن إقامتها.
هل لك أن تتخيل عزيزي المشاهد معركة طاحنة والسهام والرماح ترمى عليهم كالمطر من كل جانب، ولكنهم أصروا على إقامة صلاتهم وإتمامها، حتى أنه قسم من الأصحاب استشهد والقسم الآخر أصيب بجروح بليغة. الآن وبعد أن عرفنا مكانة الصلاة وعظمتها عند الإمام الحسين عليه السلام، نريد نعرف ما هي الحكمة من تشريع الصلاة وفرضها ووجوبها على العبد. وفي هذا المضمون يوضح لنا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بقوله: إن علة الصلاة، يعني سبب تشريعها، أنها إقرار بالربوبية لله جل جلاله، وخلع الأنداد، يعني ترك الشرك بالله تعالى، وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف، والطلب للإقالة من سالف الذنوب، ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما لله جل جلاله، وأن يكون ذاكرا غير ناس ولا بطر، ويكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين والدنيا، مع ما فيه من الإيجاب والمداومة على ذكر الله عز وجل بالليل والنهار، لئلا ينسى العبد سيده ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى، ويكون ذلك من ذكره لربه جل وعز وقيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي ومانعا له من أنواع الفساد. فالخلاصة من ذلك كله يتضح لنا أن إقامة الصلاة في ذلك اليوم الدامي والعصيب يؤكد للإنسان المسلم مدى أهمية الصلاة وعظمتها في الإسلام، بحيث أنها لا تترك بأي حال من الأحوال، حتى للمقاتل اللي يواجه الأخطار الكبرى على حياته ووجوده، فهي واجبة الأداء. فالعجب كل العجب من الأشخاص اللي يمتلكون القوة والصحة والعافية والأمن والأمان، وعدهم ما يكفي من الوقت لإقامة الصلاة، ولكنهم يتهاونون في أدائها. وبالمقابل نشوف الكثير من الناس يتسابقون إلى المساجد ويحافظون على صلاتهم ويعطونها أهمية كبيرة في حياتهم، بحيث يقدموها على الأعمال كلها. فهنيئاً للمصلين.